أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه هداه وكفاه. أيها الأخيار يقول ربنا تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا يقول المولى تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الدنيا أيها المؤمنون الدنيا مثلها كمثل ماء أنزله ربنا تبارك وتعالى من السماء بعد جفاف وقحط فأسقى بهذا الماء الأرض فأسقى ربنا تبارك وتعالى الأرض بهذا الماء ثم بعد مدة وجيزة قليلة إذا هي ينتهي كل شيء ينتهي الأخضر فيذهب إلى الإصفرار ثم يكون بعد ذلك هشيما تذروه الرياح. الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. نحن أيها المؤمنون يجب علينا أن نعرف حقيقة هذه الحياة الدنيا، إن لم نعرفها فلا شك أننا نبوء بالخسران. ومن وفقه الله منا ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لمعرفة هذه حقيقة هذه الحياة الدنيا فهو المفلح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء. لموضع صوت أو موضع صوت أحدكم من الدنيا خير من الدنيا وما فيها، يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والصوت قدره معروف مشهور لا يسوى شيئا. فبالنسبة لما أعده الله تبارك وتعالى في الآخرة مقارنة بهذه الحياة الدنيا لا شيء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن الدنيا لا تعدل عند الله ولا جناح بعوضة. لتعلموا أيها المؤمنون مع ما فيها، مع ما تعرفون من قيمة هذه الحياة الدنيا، عرفتم قيمتها معنويا وعرفتموها حسيا لا تعدل شيئا. مع ذلك
نتهافت عليها، نتهافت عليها كتهافت الحشرات على النار، نخوض فيها خوضا لا نبالي أو لا يبالي بعض منا ما أخذ منها، أحلال هو أم حرام؟ لا يبالي بعض منا ما يدع وما يأتي منها بدون أن يرى بقلبه وببصيرته، بدون أن يرى حقيقة هذه الحياة الدنيا، ظانا أو متوهما أنها لها قيمة، والحقيقة أن هذه الدنيا قيمتها قليل، قيمتها قليل. يقول ربنا تبارك وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كم من خل وقريب وحبيب نودعه كل يوم يذهب ولا يرجع، ونحن ننظر بأعيننا البصرة، أما البصيرة فالله أعلم، هل نتذكر أم نستمر لذات الدنيا؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المؤمنون، مر النبي عليه الصلاة والسلام بالسوق فرأى جذيا أصك ميت، فسأل الصحابة هل من أحد منهم أو أن أحد منهم يشتري بدرهم؟ فقالوا لا، ولا درهم ولا شيء ولا بلاش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فالدنيا أمرها حقير، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي موطنا اتخذوها لجتا، واتخذوا سالح الأعمال فيها سفنا. جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء زينة ومقصدا، جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء زينة ومقصدا. فالأشجار على سبيل المثال لها زينة، لها زينة وهي الزهور والأوراق، ولها مقصد وهي الثمار. جعل الله تبارك وتعالى لهذا اللباس الذي نلبسه زينة ومقصدا، فزينته ألوانه وطريقة التفصيل ونوعه، أما المقصد فهو ستر العورة. وجعل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا أو الدنيا كلها للدنيا زينة ومقصدا، فزينة الدنيا كل ما في هذه الدنيا زينة من متعها ولذاتها وقصورها وأنهارها، كل ما فيها زينة، والمقصد هو الإيمان والعمل الصالح، أن نؤمن الله تبارك وتعالى وأن نعمل صالحا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. والدنيا وكل ما فيها زينة، والمقصد هو الآخرة، هو الآخرة. فحذاري أيها العبد المؤمن، فحذاري ثم حذاري أن تشتغل أو أن نشتغل بالزينة ونهمل المقصد وهو الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفاراً.